يتعرض أطفالنا على مستوى العالم العربي بشكل جدا عنيف، بمعنى أنه يتعرض للكوارث والأزمات والصراعات، أسبابها كثيرا أنتوا أدرى منها. لكن الفكرة الجميلة أن مؤتمر ومعرض ذهاد موجود في دبي، وهو في الدورة رقم 14، هو يعتبر ملتقى عالمي والفريد من نوعه، والجميل أن فيها المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة وشبه حكومية وأيضا ذات النفع العام تهتم بهذا الإنسان وبالذات بقضايا الطفل لوضع أفضل الحلول وأكثرها ابتكارا وفاعلا.